السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير الكلام دائما نبداو به بالصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. كيف ما كتشوفوا معنا وصفتنا اليوم تحلية الكؤوس، كتجي روعة جدا، لذيذة بزاف بزاف، بمذاق خرافي جدا، وإن شاء الله هتنال إعجابكم. وصدقوني كتجي أحسن تاع الباتيسيغ وبطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، وإن شاء الله هتعجبكم بإذن الله. طبعا ممكن تستعملوها في الأعياد الميلاد، في المناسبات، في الأفراح، في أي وقت أنتم تحبوه تستعملوها، طبعا كيبقى على حسب الاختيار بتاعكم. إن شاء الله هتعجبكم، وإلا عجبتكم ما تنسوناش من لايك أو الإعجاب الفيديو والاشتراك في القناة، كاين واحد الزر بالأحمر لتحت. إذا حبيتوا تشتركوا معنا نكون فرحانة بزاف بزاف بزاف، وما تنسوش تفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله. بارطاجيو مع الحباب والصحاب باش تعمل فائدة. خليكم مع طريقة التحضير، فرجة ممتعة. بالنسبة لأول حاجة نديرو كريم باتيسيير، غنضيف هنايا كاس ديال الحليب، وغنضيف زوج معالق كبار من السكر حبيبات. بالنسبة هنا البودرة بتاع الكريم باتيسيير أو الكاستر، غنضيف ملعقة كبيرة بومبي. نحاول نمزج المكونات بارد في بارد حتى يذوب لنا تماما الغبرة بتاع الباتيسيير أو الكاستر. نحطها على النار مع التحريك المستمر، ما نحيدش من يدي بتاتا حتى كيتقل لنا الخليط بهذه الطريقه هذه. صافي هنا نقفلوا عليها. نحاول نحطها في واحد انبول بتاع الزاج او الازاز باش نخليوها جانبا تتبرد لنا تماما. نغطيها بالبلاستيك السلوفان او بلاستيك غذائي ونغطيه بهذا الشكل هذا باش ما يستعملش معنا القشور، ونحطه في الثلاجه يبرد لنا ان شاء الله. بالنسبة هنايا الكريمة كنحتاج جوج دانونات أو زبادي، زوج علب أو علبتين. طبعا ممكن تستعملوه من غير نكهة إن شاء الله، من الأحسن من غير نكهة، حنا كنضيفو النكهات من بعد. وبنفس المقاس غنضيف الغبرة أو بودرة بتاعت الشونتيي، 2 كؤوس. استعمل 2 كؤوس دانون أو الزبادي، غنستعمل 2 كؤوس بنفس المقاس بتاعهم بتاع الغبرة الشونتيي. هنا نجيب الطراب الكهربائي ونحاول نمزج المكونات جيدا، ونحاول نرفع درجة السرعة لأعلى درجة، وهيطلع معكم بسرعة إن شاء الله. ما كملاش دقيقة إن شاء الله كيطلع بسرعة وكيكون ثقيل جدا جدا. وهذا القوام بتاعه كيف ما كتشوفوا، كيجي روعة. هنا نحاول نقسم الخليط على نصفين، طبعا النصفين يكونوا متساويين بنفس المقاس. وهنا نضيف ليه النصف الاول النكهه بتاعت الفراوله، طبعا منه نكهه ومنه لون. اللي ما متوفرش راه كتستعملوا الفريز اللي عندكم، الفريز او الفراوله، وكتحطوه على النار مع ربع كاس من السكر، وتحطوه على النار مع التحريك المستمر حتى كيدبل تماما، وتاخذوا السيروب تاعو طبعا ممكن تستعمله. صافي هنا نمزج المكونات جيدا حتى كيبقى لينا اللون وردي بهذا الشكل هذا، بهذا اللون هذا كيجي لون وردي بارد جدا. صافي نحطو جانبا. وهنا نشوفو المكونات اللي عندنا. هنا وجدنا كل شيء، حطينا هنا عندي واحد السيرو اللي غنسقي به الكيك بتاعي. طبعا انا عندي الفواكه معلبه، خديت منهم السيرو بتاعهم. هنا عندي الكيك، طبعا كيبقى على حسب الذوق بتاعكم، اي نوع بتاع الكيك اللي كيشيط لكم من الكيك او اي حاجه او مادلين او اي حاجه تحبوها. هنا عندي الفواكه المعلبه، طبعا ممكن تستعملوا الطازجه، كيبقى على حسب الاختيار بتاعكم. المعلبه كتعطيها واحد المذاق روعه جدا. وهذا كريم باتيسيير او الكاستر اللي صايبناه قبل، وهادو الكريمه اللي حنا خفقناهم، خلينا النص ابيض والنص بينك او وردي. هنحتاجو طبعا الكؤوس، وطبعا اي نوع تحبوه بتاع الكؤوس، انا استعملت هذا النوع هذا. هنا ناخذ الكيك وغنحاول نفرتت كطبقه اولى بهذا الشكل هذا،
كيف ما قلت لكم ممكن تستعملوا اي نوع بتاع الكيك اللي كتحبوه، مادلين، كيك، اي نوع تحبوه اللي ممكن تستعملوا الكيكه اللي كتشيط لكم طبعا تستعملوها بهذه الطريقه هذه. هنا نسقيها بالسيرو اللي قلت لكم قبل، طبعا السيرو انا ممكن تعوضوه بشويه الماء مع فانيلا وتحركوه جيدا، الماء عادي من الحنفيه او بارد. بالنسبه لهذا السيرو بتاعي بتاع الفواكه المعلبه كيعطي مذاق روعه جدا، وهذا السر اللي كيستعملوه اصحاب الباتيسير الكبرى. هنا هنضيف الكريم باتيسير او الكاستر كطبقه ثانيه ونحاول نعدلها جيدا، نخليها بارزة مع الجوانب جيدا باش تبان لنا كطبقة ثانية. هنا كطبقة ثالثة نضيف الفواكه اللي احنا مصبرة، اللي احنا طبعا اللي كتكون عندكم نتوما فواكه طازجة كتقطعوها مكعبات، واي نوع تاع الفواكه اللي كتحبو كيجي البنان روعة جدا مع الخوخ مع المانغ مع جميع الفواكه، بصراحة كتجي روعة جدا. صافي، هنا نضيفها كطبقة ثانية متساوية. طبعا بالنسبة للطبقة الرابعة طبعا نضيف الكريمة اللي احنا خفقناها قبل ودرناها باللون الوردي وحطيتها في الجيب الحلواني، كتسهل عليا انني ننزلها بهذا الشكل هذا، كتعطي واحد الديكور جميل جدا. ما متوفرش عندكم نجيب الحلواني كتستعملوه بالملعقة عادي. وهنا كنضيف الطبقة الخامسة بتاعت الكيك ايضا وكنفردتو بهذه الطريقة هذه. حتى كنسليهم ان شاء الله، وكذلك كنسقيهم بالكيك عفوا بالسيرو. كل ما تحطوا الكيك كتسقيوه بالسيرو باش كيطرى اكثر اكثر وكيعطينا واحد المذاق خرافي جدا. صافي، نسقيهم كلهم ان شاء الله حتى نسليهم. وهنا كطبقة الاخيره ما قبل الاخيره طبعا نضيف البنان مكعبات بهذا الشكل هذا، كيعطيه مذاق جميل جدا. يعني الوصفه بتاعنا عباره عن الفواكه والكريمه والحاجات خطيره مره، ان شاء الله هتعجبكم. هنا نزينها من الفوق بالفريز طبعا او الفراوله ستروبيري، ممكن تستعملوا اي انواع اللي كتكون لونها احمر طبعا على حسب النوع اللي تحبوا نتوما، كاين التوت كاين الفراوله كاين. صافي، ونزينها بهذا الشكل هذا. وهنا كطبقه اخيره طبعا غنزينها بالكريمه البيضاء. كيف ما قلت لكم نجيب الحلواني كيعطيهم واحد الشكل او فورما جميله جدا، طبعا الا بغيتو تستعملوهم في المناسبات كيتجي روعه جدا لا في الشكل ولا في المذاق. صدقوني هاد الكريمه هذه اللي صايبت معكم كتجي خطيره مره. هنا نزينها باخر حاجه بالكيوي او الستروبيري الفراوله، طبعا كيعطيها منظر رائع وجميل. صافي، ونبقى نزين به كيف ما كتشوفوا كيعطي منظر رائع، نقسمهم على النص. هنا نزينو بالسيرو بتاع الفراوله، طبعا كيف ما قلت لكم لو ما توفرش راه كتستعملوا الفريز او الفراوله بالطريقه اللي قلت لكم مع السكر وتحطوا على النار وكتصفيو وكتاخذوا السيرو بتاعه. وهنا سلينا الوصفة بتاعنا ان شاء الله، كيبقى خطوة اخيرة هي هذه. وهنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما سليناها ما شاء الله كتجي روعة جدا، لذيذة بزاف بزاف بزاف، وهتشكروني عليها ان شاء الله. ما تنسوش تفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله، بارتاجيو مع الحباب والصحاب باش تعم الفائدة. خليكم في امان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.